في مذيعة اسمها شيماء جمال كان من كام سنة نزلت منشور بتفخر بيه ان هي لبست نقاب وخدعت الناس بتوع كرداسة، واستخدمت هذه اللعبة في تقديم شهادة هي تعلم تماما ان هي شهادة زور. الشهادة دي ان اهل كرداسة بيقتلوا ويذبحوا ويشنقوا ويرموا مية نار على وجه رجال الشرطة الاوفياء الكيوت، وتسببت هذه الشهادة الزور في اعدام عدد من الشباب البريء. هي كانت فرحانة جدا ان هي عملت الكلام ده مع الاستاذ وائل البراشي اللي بتحبه وتحترمه، فلقت شغل بعد كده وبقت مذيعة، وبعدين قدمتها للقضاء المصري النزيه ممثلا في النائب العام. من يومين لقوا جثتها مذبوحة برضو مشنوقة وفعلا مشوهة وشها بمية نار لدرجة غريبة جدا جدا على يد احد رجال القضاء، واعتقد هي دلوقتي برضو قاعدة مع الأستاذ وقال لبراش. نتمنى ذلك.